المحليون كانوا سبقين إلى افتتاح باب التسجيل عن طريق شعيب زعلمي في الدقيقة 17 بعد تسديدة قوية من الجهة اليمنى. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عدل الزوار النتيجة بواسطة اللاعب فوزي مجدو بطريقة جميلة تستحق الإعادة بقذفة قوية أيضا لينتهي اللقاء على وقع هدف في كل شبكة. إذا النقطة الثامنة رفع بها الاتحاد رصده إلى النقطة 14.